تحديات صعبة تواجه إيران في رسم علاقتها مع العراق وكذلك مع القوى الشيعية داخل الحكومة العراقية، فلجأت إيران إلى تغيير سياستها ورسم صياغة جديدة مع دول أخرى كالسعودية والإمارات. فنفوذ إيران أخذ يتراجع، وخصوصا بعد تظاهرات تشرين 2019 وكذلك بعد اغتيال قاسم سليماني قائد قوة القدس على يد الجيش الأمريكي. أما موقف الصدر، أما زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، فكان موقفه واضحا إزاء التدخل الأجنبي وخصوصا إزاء إيران، فقد كان واضحا وخصوصا بعد رفضه مقابلة إسماعيل قاآني مرات عديدة، والذي جاء إلى العراق من أجل إقناع الصدر وحلفائه من الكرد والسنة على عدم سحب فصائل الإطار التنسيقي. فهل ستنجح إيران في نهاية هذا النهج، وهل سينتهي النهج الحذر لإيران؟ بالتأكيد الأيام المقبلة ستحمل لنا الإجابات.